بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 166. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، وليس إسناده بذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هم صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة، فلما رآها لا تضر فارس والروم عدل عن النهي عنها. والغيلة راجعها في إنك راجعها. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن عمر شبه شرحه أن أنهى عن الغيلة، المراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع. نعم. وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي. ولكنه لما رأى أن الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنها. إذا تبين أن الغيلة معناها وطئ المرأة وهي ترضع طفلها، لأن ذلك يضر الطفل، يتوقعون أنه يضر الطفل، ولما رآها صلى الله عليه وسلم لا تضر أولاد فارس والروم وهم يغيلون عدل عن النهي عنها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، وليس إسناده بذاك. ما العزل؟ فمعناه أنه ينزل خارج الرحم، يجامع، ثم إذا أحس بالإنزال أخرجه خارج فرج المرأة خشية الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على ما هم عليه، لأن هذا يرجع إلى مصالحهم وإلى ما هو الأقرب إلى الصواب،
فعدل عن النهي عن ذلك. ولكن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن لها حقا في الإنجاب، فإذا أذنت فلا بأس. أما الأمة فإنه لا يستأذنها إذا استمتع بها، تستمتع بالمملوكة، فإنه يعزل عنها ولا يستأذنها لأنها ملكه. نعم. باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. نعم، هذا منهي عنه، إفشاء السر بين الزوجين إذا اجتمع حصل بينهما الاستمتاع، فإن هذا سر بينهما، لا يجوز لأحدهما أن يتحدث عنه. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، رجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه أحمد ومسلم. نعم، بل يستر أحدهما ما يحصل بينه وبين الآخر، لأن هذا من خصال الحياء، من خصال الحياء والشيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، هل منكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. نعم، وهذا مثل الذي قبله، فيه النهي للزوجين أن يتحدث أحدهما بما حصل بينه وبين الآخر من الجماع والمعاشرة، لأن هذا من السر الذي يجب حفظه ويستحيى من ذكره ونشره على الناس. نعم. باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر. الله جل وعلا يقول: فأتوهن من حيث أمركم الله. الجماع يكون في القبل وهو محل الحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالجماع يكون في القبل لا في الدبر، لأن الدبر موضع الخبث، والدبر ليس محل إنجاب وذرية، فينهى عن إتيان المرأة في دبرها، ولا يقول: هذه امرأتي وهي مباحة لي. الله لم يبح لك ذلك. يقول جل وعلا: فأتوهن نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فيأتيها من الأمام ومن الخلف، لكن لا يكون جماع في الدبر أبدا، ولا يجوز هذا. وهذا من اللوطية، وإذا حصل منه ذلك وتكرر فإنها تبعد عنه، تفصل عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. الطالب حسن أبو ليلى يذهب إلى مصلى أو عند مصلى النساء، أهله يريدونه. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن أبو ليلى يطلبه أهله فليذهب إلى مكان النساء. نعم. باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. رواه أحمد وابن ماجه. هذا محرم، إتيان المرأة في دبرها محرم، وإذا تكرر منه ذلك فإنه يفصل بينهما، لأن هذا عمل خبيث، عمل منحط، لا يجوز له أن يأتي امرأته في دبرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: فقد برئ بما أنزل عليه. نعم. من أتى حائضا، من أتى حائضا، تزل النساء، يقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، الحيض يعني، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل خروج الدم، فلا يجامعها في محل خروج الدم لأن ذلك دناءة وذلك محرم في حقه. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فلا بد من الأمرين: أن ينقطع الدم وأن تغتسل، ثم يحل له الاستمتاع بها. نعم. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه. أو كاهنا، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأنبياء الله جل وعلا يوحي إليهم لمصلحة الناس ويخبرهم بما أطلعه الله عليه، لأن هذا من مصلحة الناس ومن تبليغ الرسالة. وأما من ادعى علم الغيب فإنه يكفر، فإنه يرتد عن الإسلام. فالله جل وعلا اختص بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فالكهان يدعون علم الغيب، وهذا كفر والعياذ بالله. من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر وارتد عن الإسلام. نعم. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد شديد يجب على المسلم الابتعاد عنه، ابتعاد عن الكهان الذين يدعون علم الغيب، والابتعاد عن إتيان المرأة وقت الحيض في المحيض، والابتعاد عن إتيان المرأة في دبرها. كل هذه أمور محرمة
ولا يجوز للمسلم أن يعملها، بل يبتعد عنها وتتنافى مع الأخلاق ومع الرجولة ومع العقلية الشريفة. نعم. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الوعيد. قد كفر بما أنزل على محمد، هذا من باب الوعيد الشديد. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ بما أنزل عليه. برئ، كفر بما أنزل على محمد، برئ مما أنزل على محمد، وهذا وعيد شديد. نعم. وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، رواه أحمد وابن ماجه. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى، رواهما أحمد. نعم، نوع من اللواط. اللواط محرم والعياذ بالله، وعمل قوم لوط الذين ذمهم الله في محكم التنزيل. نعم. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحي من الحق، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. يعني في أدبارهن. تظاهرت الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه ووصف من فعله بأقبح الأوصاف تنفيرا منه وإبعادا للناس عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. نعم، لا ينظر الله، والله جل وعلا ينظر إلى عباده، ينظر إلى عباده نظر الرحمة ونظر الإحسان، فيحرم نفسه من هذا النظر الإلهي إذا باشر هذه الجريمة، وهي إتيان المرأة في دبورها، يحرم من هذه الكرامة الربانية، وهي نظر الله إليه، يعني نظر رحمة ونظر إحسان. أما أنه ينظر إلى عباده على العموم، فالله ينظر إلى عباده، لكن ليس نظر إكرام وإحسان، وإنما نظر إحاطة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن يهودا كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، رواه الجماعة إلا النسائي، وزاد مسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. لا بأس أن يأتيها من جهة الأمام أو من جهة الخلف، لكن بشرط أن يكون ذلك في القبل، الجماع في القبل، ولا يأتيها من الدبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مقبلة أو مدبرة، لكن بشرط أن يكون ذلك في القبل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني صماما واحدا، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن.
صماما واحدا يعني في القبل، فلا بأس أن يجامعها من الأمام أو من الخلف، لكن بشرط أن يكون ذلك في القبل لا في الدبر. نعم. وعنها أيضا قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون أو يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك. وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي. نعم. فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال: لا إلا في صمام واحد. رواه أحمد، ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس. يعني فتأتي امرأتك من الأمام أو من الخلف، لكن بشرط أن يكون الجماع في القبل، يكون في القبل، وأما الدبر فلا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وانحطاط في الأخلاق وسفالة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. أدبر وأقبل، يعني ائت امرأتك من أي جهة، من جهة الأمام أو من جهة الخلف، لكن بشرط أن يكون الجماع في القبل، سواء أتيتها من الأمام أو من الخلف، بشرط أن يكون الجماع في القبل لا في الدبر. نعم. وهذا عمر. نعم. قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أقبل وأدبر. أقبل، ويعني ائتها من الأمام أو من الخلف، لكن بشرط أن يكون الجماع في القبل. نعم. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. والحيضة لا يجوز جماع الحيضة حتى ولا في القبل، ما يجوز جماع الحائض، اعتزلوا النساء في المحيض. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. رواه الدارقطني. والحشوش هي الدبر، الحش والدبر موضع الخبائث. نعم. باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. نعم. لكل من الزوجين حق على الآخر، يجب عليهما أن يقوم كل منهما بحق الآخر عليه من العشرة الحسنة ومن الصنيع الطيب والأخلاق الفاضلة بين الزوجين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. نعم. هذا الحديث في بيان أن أخلاق النساء فيها اعوجاج،
الاعوجاج، ما تسلم واحدة منهن من الاعوجاج في خلقها، مثل الضلع، الضلع معوج كما ترون، ولا أحد يستطيع عدل الضلع، ما أحد يستطيع عدل الضلع عن اعوجاجه، فلا يستطيع أن يعدل المرأة. أما فيها من الاعوجاج في الخلق فعليه أن يصبر عليها، عليه أن يصبر عليها، إن حاول تعديلها كسرها يعني طلقها، ما يستطيع. نعم. وفي لفظ استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. يعني يصبروا على اعوجاجهن وما فيهن من بعض الأمور التي تكرهونها على مضض، اصبروا عليها، هكذا خلقت ما تستطيع تعدلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني بين الزوجين. نعم. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه أحمد ومسلم. نعم. فالمرأة فيها أخلاق كثيرة، منها ما هو طيب ومنها ما هو دون ذلك، عليك أن تصبر عليها وتغلب جانب الاستقامة على جانب الاعوجاج، فإذا رأيت منها أخلاقا لا ترضاها أو خلقا لا ترضاه فإن فيها أخلاقا كثيرة طيبة ترضاها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهن البنات المراد بها اللعب، اللعب التي هي على صور بنات، كانت الجواري تلعب باللعب ولا تزال إلى الآن تلعب باللعب التي هي على شكل بنت في يدها، هذه لعب مباح لهن ذلك. نعم. قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهن اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول لأنها صغيرة، لأن عائشة كانت صغيرة أول ما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9. نعم. وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه. يسربهن إلي يعني يأذن لهن بالدخول علي ليلعب معهن، هي صغيرة وهن صغيرات، فهذا فيه الإحسان في تربية البنات، وأن الإنسان يتسامح معهن في الأشياء التي لا تضر بأخلاقهن أو في سلوكهن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم، رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. هذا فيه أن خيار الرجال خيارهم لزوجاتهم بحسن العشرة وحسن المعاملة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وصححه.
خيركم خيركم لأهله، يعني لزوجته في أخلاقه معها وفي سلوكه معها. نعم، فهذا فيه الحث على أن الرجل يحسن أخلاقه مع زوجته. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وهذا فيه الحث على تحسين المرأة أخلاقها مع زوجها وإرضائه. أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، هذا ترغيب للنساء في إرضاء أزواجهن، نعم، في غير معصية الله وفي غير ما نهى الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم، هذا فيه النهي عن امتناع المرأة إذا دعاها زوجها للاستمتاع بها فتأبى عليه أو تتأخر عن إجابته، أن الملائكة تلعنها طول الليل حتى تصبح. إذا دعاها أول الليل امتنعت منه لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا وعيد شديد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، كانوا في الجاهلية يسجدون لعظمائهم وأكابرهم سجود تحية، ما هو سجود عبادة، سجود تحية لا سجود عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. هذا تأكيد على أن المرأة يجب عليها أن ترضي زوجها وتحسن معاملته وعشرته معها، وأن لا تغضبه في شيء ليس من سخط الله وليس من معصية الله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. رواه أحمد. إيه نعم، هذا يدل على أن حق الزوج على زوجته حق عظيم، حتى لو أنه تقرح صار فيه صديد يخرج منه فكانت تلحس ذلك لم يكن هذا كثيرا من حقه عليها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،
ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه أحمد وابن ماجه. شوف شرحه. نولها أي حظها وما يجب عليها أن تفعل. نعم، تنقل من جبل إلى جبل، هذا فيه صعوبة، ولكن ما هو غريب لو أمرها زوجها بذلك من عظم حقه عليها. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الجاهلية وأول الإسلام كانوا يسجدون سجود التحية إذا قدم أحد، أو سجود تحية، كان هذا جائزا في أول الإسلام، ما هو سجود عبادة، سجود تحية مثل سجود الملائكة لآدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجود تحية ما هو سجود عبادة. نعم. لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه. إيه نعم، إذا طلبها الاستمتاع فإنها تسرع بذلك ولا تمتنع منه ما لم يكن عندها مانع شرعي يمنعها من تمكينه، مثل الحيض، مثل نعم، مثل النفاس. نعم. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع بعد الإسلام، ما حج إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع التي ودع فيها المسلمين، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد توفي صلى الله عليه وسلم قبل دوران الحول. نعم. أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ في خطبة حجة الوداع في عرفة. نعم. وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان. عوان يعني محبوسات، محبوسات عندكم. نعم. فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا. فاحشة مبينة يعني أن تطول صوتها على زوجها، أو أن تسبه بشيء من الكلام. نعم. فإن فعلنا فاحشة مبينة. نعم. إلا يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، هذا غير المبرح. نعم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، يعني لا يدخلن في بيوتكم أحدا تكرهونه، ما يأذن بالدخول في بيوتكم
إلا لمن تحبونه ولا تكرهونه. نعم. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. نعم. إلا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. نعم، لا تقبل شهادة الرجل على امرأته بالزنا، وإنما يشهد عليها غيره. نعم. وعن معاوية القشيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق على عيالك من طولك، يعني من غناك. نعم. ولا ترفع عنهم عصاك أبدا، وأخفهم في الله، رواه أحمد. يعني ترفع عنهم عصاك، يعني أدبهم إذا استحقوا التأديب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. من غير رمضان، يعني صوم تطوع، لا تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضرا، صوم التطوع. أما الصوم الواجب فليس له أن يمنعها، كصوم رمضان، نعم، صوم النذر، صوم الكفارة. نعم. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه. يعني يشمل هذا حتى صوم النذر، إذا نذرت يوما معينا إلا بإذنه، لأن له حق عليها، والنذر يؤخر صومه. نعم. باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة للزوجة التي تخرج أسرار بيتها إلى أقاربها وأصدقائها؟ أن تتقي الله وأن تترك هذا الشيء، ولا تخرج أسرار بيتها إلى أحد، لا من قريباتها ولا من جيرانها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قوله عليه الصلاة والسلام: كفر بما أنزل على محمد، هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه يخرج من الإسلام، لكنه من باب الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت لأجل الزجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يأتي امرأته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل، هل الوعيد مترتب عليه؟ نعم، لا يجوز له ذلك حتى يطهرن، فإذا تطهرن، شوف،
يطهرن ويتطهرن، لا بد من أمرين، تطهر يعني ينقطع عنها الحيض، ويتطهرن بالاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك كفارة لمن جامع أهله وهي حائض؟ يقولون عليه دينار أو نصفه، عليه دينار وهو النقد من الذهب أو نصف الدينار كفارة. نعم، هذا ورد في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صواب أن يقال لمن ارتكب إتيان الرجل أن يقال عنه لوطي، أو أن في ذلك إساءة إلى نبي الله لوط عليه السلام؟ لوط يعني نسبة إلى قوم لوط، ما هو نسبة إلى لوط عليه السلام، نسبة إلى قوم لوط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الزوجة التي تهجر فراش زوجها عند الخصومة معه، يقول: ما حكم ذلك وما النصيحة فيه؟ سمعتم أنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: أو أتى كاهنا فصدقه، يقول: هل مشاهدة من يدعي علم الغيب عبر القنوات الفضائية يدخل في هذا الحديث؟ نعم، على النظر في القنوات التي فيها هذه الأمور مثل الذهاب إليهم سواء بسواء، فلا يرضى بهذا ولا ينظر فيه ولا يسمح بدخوله في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز شراء ما يسمى بالعرائس التي هي ألعاب للبنات بلاستيكية ومجسمة تماما، شراءها للصغيرات؟ لا بأس بذلك، للصغيرات لا بأس بذلك، لأن هذا مأذون للصغيرات اللعب به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثير يقول كذا، يقول: كثير من الزوجات صرنا يتحدثن بالجوال وينشغلن به عن أزواجهن، يقول: ما النصيحة في ذلك وفقكم الله؟ لا يجوز لها أن تنشغل عن زوجها إذا طلبها، إذا طلبها وليس عندها مانع يجب عليها أن تجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ولو كانت على ظهر قتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كانت المرأة مريضة فهل يحل لها أن تمتنع عن الإتيان إلى زوجها؟ إذا صارت مريضة ويشق عليها استمتاع زوجها بها فلها العذر في ذلك، تمتنع، تخبره أول شيء، تخبره في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة كانت تسيء لزوجها بالكلام ويصل امرأة كانت تسيء لزوجها بالكلام ويصل الأمر إلى حد ضربه ثم ماتت على ذلك، وزوجها قد سامحها بعد موتها، سؤاله: هل من كفارة أيضا عن ذلك؟ أدام سامحها زوجها الحمد لله، سقط عنها الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل سفر المرأة بدون إذن زوجها من سوء العشرة؟ سفر المرأة للحج الفريضة ليس لزوجها أن يمنعها، إذا وجدت المحرم فليس لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، وأما حج التطوع فله أن يمنعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد المباركة ولي زوجة في بلدي، أريد أن أعمل لها زيارة لتأتي إلى هنا، لكن ليس معها محرم غيري، وظروفي لا تسمح بالسفر للإتيان بها. سؤاله: هل يجوز لها أن تأتي لوحدها أو تسافر مع عائلة؟ لا، لابد من المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، فرضنا أنها مرضت، من الذي يتولاها؟ مرضت في السفر، من الذي يتولاها؟ فرضنا أن الطائرة تحولت من اتجاهها إلى اتجاه آخر لمانع حصل لها، من الذي يستقبلها؟ لابد من المحرم معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت، يقول: ما معنى ولا تهجر إلا في البيت؟ ترك الكلام، يعني الهجر يعني ترك الكلام من باب التأديب لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عملي كسائق أجرة إذا كانت بعض النساء تركبن منفردات وتخلو معي في السيارة؟ لا يجوز لك ذلك، ولا تحملها معك إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى بحجة إنها إن بقيت معه لن تستطيع طاعته والقيام بحقه لغيرتها الشديدة؟ لا يجوز لها ذلك، له الحق أن يتزوج، لكن يعدل بين النساء، يعطيها حقها، وليس لها الحق أن تمنعه من التزوج شيء أباحه الله له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لنا إدخال الكفار في المسجد لقصد الدعوة؟ وهل يجب عند إدخال النساء الكافرات أن نأمرهن بتغطية رؤوسهن في المسجد؟ لا، يجعل لهم مكان غير المسجد للدعوة، يجعل لهم مكان غير المسجد، ما يدخلون المسجد إلا لضرورة، يدخلون المسجد لضرورة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مس الفرج باليمين؟ مكروه، إلا إذا كان ما يستطيع باليد اليسرى يجوز له ذلك للحاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي قد توفاه الله، وكان من عادته أنه لا يصوم في رمضان، ثم إنه في آخر حياته رحمه الله صام آخر عامين، وتقدر المدة التي لم يصمها قرابة 40 عاما. سؤالهم: ما العمل؟ هل نصوم عنه أم ماذا نصنع؟ ما أدري وش المانع فيه، ما يستطيع يصوم أو أنه يستطيع تهاون، يبقى الصيام في ذمته. من مات وعليه صوم، هذا حديث، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. إذا كان له عدة أولياء وتقاسموها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الآلات الموسيقية في حفلات الزواج؟ الموسيقى ما تجوز بالإجماع كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، موسيقى ما تجوز بالإجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح
في ساعة الإجابة من يوم الجمعة أي وقتها؟ ساعة الإجابة خفية في يوم الجمعة، أخفاها الله سبحانه وتعالى كما أخفى ليلة القدر في رمضان، من أجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان ويجتهد في كل يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز للمسلم الذي يقيم في بلاد الغرب أن يعمل في شركة عملاؤها من البنوك التي تتعامل بالربا؟ إذا كان أنه بيعمل، هو بيعمل عملا ربويا فلا يجوز له ذلك، أما إذا كانوا هم يعملون وهو ما يعمل بالربا فلا مانع من ذلك، صار عمله نزيه ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز استعمال تطعيمات الأطفال الرضع ومكونات هذه التطعيمات، يقول، من خلايا الأجنة الميتة وخلايا رئة القردة، هل يجوز استعمال هذه التطعيمات؟ ما دامت في بلاد المسلمين وسمح بها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القزع هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ كراهة تنزيه، وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع. نعم. احلقه كله أو دعه كله، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يقول: ما المراد بقوله ولا تقبح؟ تذم، تقبيح الذم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما النصيحة لطلبة العلم، وخصوصا يقول أبناؤنا الذين انشغلوا بالوسائل الحديثة والجوالات، انشغلوا عن طلب العلم وعن العبادة، ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة: امنعوهم من هذا، ما داموا أولادكم لكم السيطرة عليهم فامنعوهم من ذلك وانهوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل صام شهرين صيام تطوع ويريد أن يواصل الصيام طوال العام، هل يجوز له ذلك؟ أفضل الصيام كما في الحديث صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أما سرد الصوم كل العام هذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخذت قرضا ربويا ثم تبت إلى الله وسددت الدين والزيادة، لكن الجهة التي أخذت القرض من، أخذت قرضا ربويا ثم تبت إلى الله وسددت الدين والزيادة، لكن الجهة التي أخذت القرض منهم أرجعوا لي شيئا من الزيادة التي دفعتها، فهل يجوز لي أن أنتفع بهذه الزيادة التي أصلها لي؟ نعم، ما دام طابت أنفسهم بها وأعطوك إياها فخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، يقول: ما المقصود بذلك؟ يألف المساجد، يألف المساجد ويتردد عليها لأداء الصلوات، يجلس فيها، يعتكف فيها، يحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسجد الذي هو أكثر جماعة هل هو أفضل من غيره؟ نعم، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا السائل يقول: هل يجب إيقاظ الصبي الذي عمره 10 سنوات إلى صلاة الفجر؟ 10 سنوات؟ نعم. إيه نعم، نص الحديث: واضربوهم على ليالي 10. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا سائق لتوصيل الطلاب إلى المدارس، تأتي صلاة الظهر فلا أستطيع الصلاة مع الجماعة لأن الطلاب موجودين معي في السيارة، فما حكم ذلك؟ نعم، إذا كان إنهم عليهم خوف أو يتفرقون أو هذه أمانة معك تحافظ عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نشزت المرأة فهل تجب النفقة على الزوج؟ لا، الناشز ليس لها نفقة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ثم يصليها إذا استيقظ للدوام وهذا مستمر معه، وبما تنصحونه؟ أعوذ بالله من هذا العمل، ما يجوز له هذا، ما يجوز له ينام عن صلاة الفجر ولا يصلي إلا إذا قام للعمل، لا تقبل صلاته، خرجها عن وقتها من غير عذر، لا تقبل صلاته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، يجب عليه أن يخاف من الله وأن يؤدي الصلاة في وقتها ثم يرجع إلى النوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين المبتدع الداعي إلى بدعته وبين المبتدع الذي لا يدعو بالنسبة للهجر؟ كلهم يهجر لبدعته، لكن الذي يدعو إليها لا أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كنت مريضا؟ إذا كنت مريضا ولا يشق عليك كل صلاة في وقتها، لك الجمع بين الصلاتين. إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها بسبب المرض، فلك أن تجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز أن يعق عن الولد في غير البلد الذي ولد فيه وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأغنام في بلده؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كان إنه في نفس البلد، مسافر ولا مقيم في نفس البلد، ولو ما هو بلده يعق عن ولده في البلد الذي يقيم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة عندها حلي من الذهب لم يبلغ النصاب، وعندها نقود لم تبلغ النصاب أيضا، فهل تجمع هذه إلى هذه في الزكاة؟ نعم، كلها ملكه، يجمع بينها ويزكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ نعم، لا بد أن يكون بالغا، المحرم الذي دون البلوغ لا يكون محرما شرعيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض بعد السلام مباشرة؟ لا أصل لهذا، ليس لهذا أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن واحد ما شفته من قبل صافح وتسلم عليه ما في، أما واحد جايين أنت وياه وجايين الجميع أو
مجتمعين بالمسجد جميع فلا مشروعية للمصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته صلوات فإذا أراد القضاء هل يصلي كل صلاة مع نظيرتها؟ لا، صليها جميعا في مكان واحد، إلا إن كانت كثيرة فإنه يصلي ما تيسر له منها ويؤجل الباقي إلى وقت آخر حسب ما يسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البيع على الكافر بسعر أعلى من غيره؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يبيع السلعة بأكثر من ثمنها ويقول هذا كافر، وله كافر ما يحل لك ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في توصيل الطلبات للزبائن التي يطلبونها من محل، وأنا أذهب لإحضارها أحيانا. يقول: أعمل في توصيل الطلبات للزبائن التي يطلبونها من محل معين، وأنا أذهب لإحضارها أحيانا، المحل يعطيني هدية، يعطيني أكلا أو شرب قهوة أو خصم معين، هل لي أن أنتفع بذلك؟ لا، هذا رشوة، هذا رشوة، يعطونك كراء علشان يرغبونك الرجوع إليهم، هذه رشوة ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها؟ لا، ليس لها ذلك، أن تمنعه مما أباح الله له لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن السلف أنهم كانوا إذا أرادوا الافتراق أنهم يقرؤون سورة العصر؟ نعم، كانوا يفعلون ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تواصل الطالب مع زميلته الطالبة ومزاحه معها إذا كان يقول في حدود المعقول؟ لا يجوز هذا، لا تجوز الممازحة بين الطالب وزميلته، لأن هذا يجر إلى شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى المقبرة والصلاة على القبور الحديثة التي دفنت حديثا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، صل على الجنازة التي تحضرها، سواء صليت عليها في المسجد أو في المقبرة، وغير ذلك لا دي. لا تسكر الصلاة على القبور وأنت ما تدري عنها، قد صلي عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مجالسة الفاسق في حال عدم إتيانه بالمنكر؟ فاسق العاصي يعني؟ نعم. طيب، لا تجالسه، لأنه ربما يأثر عليك، ربما يأثر عليك وتتساهل معه، فليس بمجالسته خير. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض النساء: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، سؤال المرأة: هل يجوز أن تفعل ذلك في البيت أو مع النساء؟ لا، ما يجوز لها ذلك، أن تجمع رأس شعر رأسها، تجمعه، تجعله من خلف كأنه رأس آخر، كأسنمة البخت، لها سنامان، لها رأسان، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل بالرؤى؟ يقول: إذا كانت في أمر شرعي، كأن يقال له اعمل كذا أو اترك كذا. لا، الرؤيا ما يشرع بها عمل، ما يشرع بها عمل، إنما يكون العمل بالدليل من الكتاب والسنة. نعم، لا بالرؤيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الفراسة والكهانة؟ نعم، الفراسة شيء يجعله الله في الإنسان، وأما الكهانة فهي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كفر لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم